الله، يوم عظيم يا هناك يا سعدك يا نانسي. خير؟ خير؟ وين؟ وين مدرعمة؟ وين مدرعمة؟ في واحد شنب واقف عندك، مو شايف الشنب يعني خلاص؟ ما في رجال البيت؟ ناظري وش مكتوب؟ وش مكتوب؟ مرحلة التفتيش الأولى. تعال هنا، تعال هنا، خطوة هنا للأمام. أعطيني يدك، شوف يدينك، شوف يدينك. ما شاء الله، ما شاء الله، وحاطة حاطة هنا حمراء. حاطة مانيكير. تعال مني، تعال مني شغلي، تعال مني شغلي. تعال مني شغلي. 150 ريال. قسما بالله ولا طنبك طنبك تفصيل من الوظيفة على هالحمرة على هالمناكير، فهمت ولا لا؟ خطوة للأمام، خطوة للأمام، بشوف خطوة للإمام هنا. ذا المرة جو هير، جو هير، جو هير، جو هير. خلاص أمشي. لا حبيبي، وين تمشين؟ وين تمشين؟ في مرحلة التفتيش الثاني عند الكويتش، عداك ما عنده واسطة يمكن يفصلك فضله. جو 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 جو. اشوف الكفوف. ايوه ايوه حق الشغل. زين زين، اشوف العيون. زين زين زين، حلو. اشوف السنون. ليه شايف قدامك خيل؟ انت عيني، عيني خيل. شوي 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 شوي، خلاص نجحت بالاختبار. يعني خلاص اروح شغلي؟ لا لا، استنى استنى. امك، امك تبخيك. شفتي هاي الاسعار؟ نعم. عندنا ثابته. اوكي، يعني محدوده، ما نفاصل فيها. محدودة. ان شاء الله. وبعد؟ وهذه كمان؟ حضرتك الموظفة الجديدة؟ نعم نعم. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. نانسي مو؟ نعم. اسم على مسمى، نانسي، إشي بجنن. شو قصدك؟ لا لا ولا شيء. عموما عبير ورجتك المحل وعلمتك على الأمور هاي، ما؟ نعم. ضبطي أمورك واشتغلي حلو ونحن بنضبطك. إن شاء الله إن شاء الله. مكتبي مفتوحة، إيمتى ما بدك تجي لعندي. على المكتب ان شاء الله. اوكي. ما قلتي لي شلون القميص؟ يعطيك العافيه. بعد اقول لك هلا يا المايد مرتاحه، كل ما اروح السوق اتسوق على راحتي، واكو رجال يضايقني، كلهم حريم يشتغلون الحمد لله، اخذ اغراضي ان شاء الله واجي البيت. بس تبي الصدق، انا متضايقه انها هي مو موجود، اشتقت لها. بس زين زين، رفعت عن نفسها، طلعت تشتغل الحمد لله. الله يسهل عليها. امين. اروح اسوي لك الشاي.